من دواعي سروري أنا وإخواني أعضاء المجلس أن أتحدث إليكم اليوم للمرة الأولى من هذه المدينة الخالدة، خالدة في الذاكرة الوطنية، كصانعة للتحولات ومهد للتغيير وعاصمة الصمود ورفض العنصرية والجهوية والمناطقية والاستبداد. تعز هي معقل التبع الأكبر الذي قدم لنا أول فكرة مثلى لهزيمة العنصرية والإمامة بنهج دولته الرسولية التي تركت إرثا زاخرا من الشواهد العامرة بالمدارس ودور العبادة والحصون والعلماء في مقابل الدم والبارود وتاريخ من الغزو الذي شكلته الإمامة خلال 1000 عام. تعز الذي احتضنت القضية الوطنية وحركة الأحرار اليمنيين، تعز التي أنجبت الأستاذ النعمان، ورفاقه العظماء نساء ورجالا، واحتضنت الزبيري وعلي عبد المغني والشعبي ولبوزة وباذيب، فكانت منطلقا للذود عن صنعاء شمالا وملاذا وخط امداد لا يتوقف للتحرير جنوبا. من هنا مر ثوار سبتمبر واكتوبر معا بمن فيهم ثلاثي النصر في ملحمه 70 ليوم لحصار صنعاء. يتمثل الثلاثي في الرجل الحكيم الوطني الكبير القاضي عبد الرحمن الليرياني والفريق حسن العمري والنقيب عبد الرقيب عبد الله. في معركتنا اليوم وفي هذا اليوم يجتمع أبناء وأحفاد هذه الكوكبة في هذه القاعة. ليقوموا بنفس الدور في الدفاع عن الجمهورية والدفاع عن الحرية ومواجهة الإمامة والاستبداد. الكل اليوم قدم الشهداء من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، واليوم قدموا التضحيات في كل الجبهات. واليوم معنا أحد المناضلين من هؤلاء الفريق محمود الصبيحي. وكثير من إخواننا في كل المحافظات الجنوبية شاركوا في تحرير جزء من محافظة تعز وقدموا التضحيات، وفي مقدمة هؤلاء الشهيد أحمد اليافعي. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، من الصعب إيفاء هذه المحافظة حقها التي كان لها الفضل مع باقي أبناء المحافظات المحررة وفي المقدمة العاصمة المؤقتة عدن في ردع المشروع الإمامي وإبقاء شعلة التغيير وهاجة في القلوب. لهذا فإن أفضل سبيل لرد هذا الجميل لهذه المحافظة هو تحرير ما تبقى من هذه المحافظة وأن تكون كما كانت على الدوام منطلق للخلاص من قوى الاستبداد والاستعمار والكهنوت في كل ربع الوطن. تلك هي المسؤولية والأولوية التي ارتضاها أبناء تعز على مر العصور. ومهما قيل عن حراكهم الوطني
من أباطيل، وسيبقى ذلك مثالاً للإيثار ونزوعاً أصيلاً نحو الدولة العصرية التي يستحقها كل اليمنيين. نعود إلى الهموم. أعلم أن الكهرباء والماء وكافة الخدمات الأساسية هي شغلكم الشاغل، وأنتم محقون في ذلك، لكن استدامة هذه الخدمات لن يتأتى إلا بإعادة بلدنا المنهك إلى مساره الطبيعي، بلد محرر ومستقر وعضو فاعل في منظومته الخليجية والعربية والدولية. وهذا لن يتأتى إلا كما قلت بتحرير ما تبقى من المحافظات المحتلة من النظام الإيراني، وفي المقدمة العاصمة صنعاء. أيتها الأخوات، أيها الأخوة، لقد أكدنا في خطاب القسم أننا نمد أيدينا للجميع بما فيهم الميليشيات الإرهابية الحوثية من أجل صنع السلام، لكننا لم نجد المشترك معهم للتقدم على هذا الطريق، إذ ليس لديهم سوى الحرب والدمار كخيار صفري. لذلك فإن دعم صمود هذه المحافظة وتعزيز قدرات الجيش والمقاومة الشاملة، وأنتم تدركون ماذا أعني بالمقاومة الشاملة، والتخفيف من معاناة أبنائها وخلق فرص العمل وتحسين خدماتها بما في ذلك تطوير منظومة التعليم وتنمية مواردها المحلية ورعاية أسر الشهداء والجرحى والمعاقين، ستظل أولوية قصوى على كافة المستويات ومسؤولية تاريخية لمجلس القيادة وللحكومة. كما سنعمل على الإفراج عن الأسرى والمخفيين قسراً، وفي المقدمة المناضل الكبير الأستاذ محمد قحطان. وانطلاقاً من هذه المبادئ، فقد استهلينا زيارتنا هذا اليوم بوضع حجر الأساس لنصب الشهداء التذكاري الذي يخلد تضحيات أبناء هذه المحافظة الأبية وكل شهداء الجمهورية أمام قلعة القاهرة. كما سنقوم بتدشين أكثر من 160 مشروعاً في مختلف المجالات، أيتها الأخوات والإخوة، يجب أن نكون صرحاء معكم بشأن الفرص المحدودة لتحقيق كافة الطموحات والتطلعات المشروعة لأبناء هذه المحافظة. لقد اطلعت على تطلعاتكم خلال هذا الأسبوع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتفهمت كل المطالب المشروعة وهي محقة، وخصوصاً على صعيد المشاريع الاستراتيجية التي كنا نخطط لها أنا وإخواني أعضاء المجلس والحكومة قبل أن تقوم الميليشيات الحوثية الإرهابية بهجماتها المدمرة على المنشآت النفطية، مما أفقدنا 70% من الموارد. لهذا فإن المشاريع التي دشناها اليوم وهي مشاريع استراتيجية للمحافظة أو نضع حجر الأساس لها، هي في الغالب بدعم من الأشقاء الأوفياء في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وفي مقدمتها كلية الطب وكلية التمريض وكلية الصيدلة ومركز الأورام، وأيضاً مستشفى تعليمي يتبع كلية الطب في الجامعة، وأيضاً في المرحلة الثانية كما فهمت اليوم من مسؤولي مشروع البرنامج أن هناك أيضاً مشاريع أخرى في مرحلة ثانية وهي كلية طب الأسنان وغيرها من المشاريع لخدمة تعز
وهذه الجامعة. كما نشرنا اليوم أو وضعنا حجر الأساس اليوم لثلاثين ميجاوات على حساب أيضاً الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وهذا المشروع المناقصة نزلت وهو 30 ميجا، والأخ المحافظ بيتابع هذا الأمر، 30 ميجا بالمازوت. طبعاً بالإضافة إلى المشاريع التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة في المديريات في الغربية لمحافظة تعز. وأريد أن أكون صريح معكم أنه لولا المنحة التي تقدم لنا من المملكة العربية السعودية لم استطعنا الإيفاء بصرف المرتبات للموظفين ورجال القوات المسلحة ولا. وبالتالي يجب أن نقف اليوم بكل إجلال وإكبار واحترام وتقدير لقيادة المملكة أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على كل ما يقدمه من دعم للجمهورية اليمنية ولمحافظة تعز بشكل خاص. أيها الأخوات، أيها الأخوة، مجددا أشكر كل الجهود التي تبذلها القيادات في المحافظة ودورها المشهود، وفي المقدمة المكونات السياسية والأحزاب التي تعمل رافدا قويا للسلطة المحلية. ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر إلى لجنة التصالح والمصالحة داخل المحافظة، والتي كان لها دور من خلال الست السنوات الماضية في إطفاء الكثير من الخلافات وحل الكثير من المشكلات داخل المحافظة وإعانة السلطة المحلية والمكونات السياسية على حل هذه الخلافات وتجاوزها. ولا أنسى أن أشكر كافة الشخصيات الاجتماعية والوجاهات ورجال العدالة والمرأة والشباب، وأحيي أيضاً الشباب وأحيي مؤتمرهم الوطني، المؤتمر الوطني للشباب. وهذه هي تعز، هي تعز الإبداع، فهو كان أول مؤتمر وطني للشباب يعقد في تعز. فأحيي الشباب والشابات والمرأة. وأنا كنت أتكلم مع المحافظة اليوم، قلت نريد أن نحول الأنشطة الإعلامية والثقافية إلى أنشطة تنموية ومبادرات. الواقع أننا استمعنا إلى عديد من المناشدات، وفي المقدمة نداءات الجرحى، وأنا التقيت بالجرحى قبل ما ألتقي معكم الآن، مع أنا وإخواني أعضاء المجلس والمحافظ وقائد المحور والأخ اللواء يوسف الشراجي اللي هو نائب رئيس هيئة العمليات المشتركة وهو معنا اليوم، وسنعمل على معالجة حلول ومشكلات الجرحى والشهداء، وهناك مجموعة من المعالجات سنتبناها أنا وإخواني أعضاء المجلس والحكومة لتحل كل المشكلات إن شاء الله التي يعانيها الشهداء، أسر الشهداء والجرحى. سنراقب أداء المؤسسة السلطة المحلية، أنا وإخواني أعضاء المجلس والحكومة. وأنا تابعت ما يقوله بعض الإخوان والإعلاميين والناشطين أن هذه النظافة وهذا الشغل الذي حصل خلال هذا الأسبوع طيب، هذا الشغل الذي حصل هو شغل مؤقت ثم يعود السلطة المحلية تنام. وأنا أقول أننا سنعطي مهلة ستة أشهر، إذا استمر الأداء بهذه الصورة سنكون مع السلطة المحلية ونكافئهم.
ابتداء بالمدير المديرية وانتهاء بقمة المحافظ. وجهت اليوم اللجنة الأمنية والعسكرية بإخلاء المؤسسات المدنية من المظاهر المسلحة. وأعتقد أنه بدأنا الآن في إخلاء نادي الصقر، والأخ وزير الشباب الأستاذ نايف البكري حينبسط من هذه الخطوة، وشوق أحمد هايل أيضاً الغائب عننا، وأيضاً إخلاء من المعهد الفني الذي سيتم إعادة تأهيله على حساب البرنامج السعودي. وهناك مساكن للمدنيين، وأنا كلمت الإخوان في اللجنة الأمنية والعسكرية والمحافظ، المساكن المدنية يجب إخلاءها. لحظة، وإذا هناك مساكن على خط التماس مع العدو، تمام، نعمل نستأجر هذه البيوت. أولاً نعزز ملكية الشخص لبيته ويأمن، وفي نفس الوقت يستأجر بهذا المبلغ بيت في مكان آخر. فأنا كلفت الأخ المحافظ رئيس اللجنة الأمنية ينفذ هذه الخطوات، وأي قائد أي مسؤول لن ينفذ، لدينا لجنة رئاسية قد جاهزة، واللجنة الرئاسية حيرأسها الأخ علي المعمري ومجموعة من القادمة. عندنا لجنة جاهزة رئاسية، إذا لم ينفذوا سترسل اللجنة الرئاسية وتحاسب من الذي لم ينفذ هذه التعليمات. وجهنا بإعداد الدراسة الفنية للاعتماد على الطاقة المتجددة خصوصا في القطاع الصحي، والأخ المهندس أحمد محمد علي عثمان معنا اليوم، وهو صاحب هذه الفكرة التي يرددها علينا يوميا. يجب أن تتعاون المحافظة وتتم إعداد الدراسات أن المستشفيات والمراكز الصحية والمهنية والمؤسسات التعليمية يجب أن تعتمد على الطاقة المتجددة، وحتى المباني الحكومية. هناك أيضاً متعلقة بالتخصصات التقنية والنوعية، وأنا أدعو الجامعة وكل الجامعات الخاصة إلى التركيز على التخصصات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي ونظم الاتصالات والمعلومات. وأنتم تدركون أن تعز أول من أنشأت مدرسة نموذجية وهي مدرسة الشهيد محمد علي عثمان. وكان الدكتور عبد القادر الجنيد موجود معنا اليوم، هو كان المدير أو كان في رئيس مجلس الأمناء، وهي كانت فكرة المرحوم أحمد عبد السعيد، ودعموها بيت هائل، وكانت وخرجت هذه المدرسة من أفضل الكوادر التي تشتغل معنا لليوم في كثير من التخصصات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. وبالتالي أنا أؤكد على وزير التعليم العالي، وزير التربية والتعليم، المحافظ، مدير مكتب التربية والتعليم في المحافظة، أن نعمل مدارس نموذجية، وهناك مشاريع دعم موجودة لهذه المدارس النموذجية، مدارس للنابغين للمتفوقين مجانا. وليس بعض الناس يعملون مدارس يقول لك مدرسة مقابل، لا، مدارس مجانية للناس، لكل الناس. منذ يومين احتفل الإخوان في المؤتمر الشعبي العام بمناسبة تأسيس المؤتمر الشعبي العام، وهي مناسبة لأهنئ قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في المحافظة بهذه المناسبة. وبالمناسبة نترحم على شهداء انتفاضة 2 ديسمبر. وفي مقدمة هؤلاء الشهيد علي عبد الله صالح والشهيد عارف الزهري. وندعو اليوم
كما ندعو دائما أنا وإخواني أعضاء المجلس القوى السياسية والقوى المدنية إلى مزيد من التعاضد والتكاتف وتعظيم الشراكة والتفرغ لمعركة الشعب في مواجهة الإمامة والمشروع الإيراني. هذا هو العدو الرئيسي للشعب اليمني. يجب أن تتوحد كافة القوى اليوم لمواجهة هذا المشروع وترك المناكفات والصراعات. أنا يمكن أطلت عليكم، ولكن أنا على ثقة أن أبناء تعز المثقلون بأوجاع هذه المحافظة والحصار اللي استمر لتسع سنوات سيكون على قدر كبير من المسؤولية، وسيترفعون عن المهاترات الجانبية والتحرر من تأطيرهم كمجتمع أكثر قابلية للفرقة والشقاق، وسيستحضرون في كل لحظة قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.